جينا البارح جينا بغينا نقطعوا التيكي، لقينا الزحام واحد فوضى عارمه بزاف، التيكي محلولي الكيشيات والصف ما مقادينش. ماشي غنقول لك لا من سميتو من التنظيم ديال الحكومه والسلطه، ولا حنا ما منظميش، لا الشركه اللي ما منظم اللي شدات هي اللي ما منظمه. المهم كازا ايفنت هي اللي شدات الشركه، شدات الوراق، راه ما كانش عندنا حنا المشكل في التيكي. كندخلوا كنجيو حتى النهار الماتش وكنقطعوا الماتش بالي كنقطعوا كندخلوا. عمر اليوم جيت اخويا، جيت صلي الفجر في بيران زهران، عند النساب ديالي كيسكنوا في بيران زهران، جيت صليت الفجر طلعت فطرت عندهم بحال ما فهمتش، ما كاينش الشو على نيتي صافيه، جاي على اساس بفلوسي نقطع على عائلتي، خمسه الخوت معايا نقطع اليوم، ماشي سوق سوداء ولادي، عندي خوت هما واقفين بطونوبيل او بطونوبيل كاملين، حنا كاملين غننزلوا بخمسه بينا نقطعوا، المهم ما علينا. نزلت خديت فلوس هذه اجي على نيتي وسعدي ووعدي باغي نقطع. تكير بنادم رجع، علاش اخويا الوراق ما كاينينش؟ او حنا لا جايين وفايق مع الخمسه ديال الصباح وخدمتي سامحين فيها، سامح في خدمتي. انا واحد لحال يوم البارح اللي راه فريمون، وانا شديت كونجي اليوم على قبل باش نجي نقطع التيكي، شديت كونجي اليوم، يلاه ولينا كنشدو كونجي على قبل النهار باش نجيو نقطعوا التيكي، وفي الاخر ما تلقاهم. شنو الذنب ديالنا؟ شنو الذنب ديالنا حنا والذنب ديال الجمهور؟ انا راه واحد اللي كندوي معاك، هادو راه 10 اللي دايرين بيا، راه الالوفات اخويا اللي هي، راه الالوفات، راه حشومه، راه الورق حاليا كاينين.